بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاول نصوبوا لا براتيك ديال لو اس بي اف. كنا شفنا لا بارتي تيوريك ودابا نشوفوا لا بارتي براتيك. هنا جبنا واحد ليكزيرسيس خديتو من سي سي ان اي من سي سي ان. لوبجيكتيف هو هذا ديالنا. البارتي الاولى غادي نشوفو نكريو درايفر ونكونفيغيريو لي بارامتر بيريفيريك دو باز، يعني les commandes de base. Je vous les commandes de base pour la première partie. La deuxième partie va être la configuration du protocole OSPF. La partie 3 va être la modification des attributs de l'ID de routeur, yani qui va modifier l'ID de routeur ou qui va atteindre une ID de routeur. La partie 4 va être la configuration des interfaces OSPF passives. Maintenant, on a beaucoup de messages. Alors, on a mis les interfaces passives, les interfaces les huma aslan, mais qui fait du niveau. D'accord. Partie 5, on cherche une modification des métriques. Qui va changer modifier les métriques manuellement avec des routeurs. Là, on a schéma d'ina. نجيب لي الشيما هنا. هذا هو الطابل دروتاج ديالي، هذا هو الطابل دادريساج ديالي، وعندي الشيما هنايا تي بي. لان هنا هذا الطابل دروتاج، حيت انني ار ان في الانترفاس جيجا 00 غادي نخدم بروتور 1981. نخدم بالروتو 1941، عفوا 1941 اللي نخدم به الروتو اللي نخدم به هنايا. كما تشوف هذه الشيما عباره عن ثلاثه ديال لي روتو R1 R2 R3. هذا الطابل دروتاج ديالي اللي غادي نخدم عليه، بحيث ان الانترفاس جيجا 00 غنعطي 192.168.1.1. كما تشوفوا الطابل هنا انا ديجا حطيته هنايا في الشيما ديالي، وعطيت لي زانترفاس كل وحده عطيتها دي زادريس، حيت اننا حاليا الروتور فيهم لي زانترفاس فيهم لي زادريس. كيفما كتشوفوا هنا 192.168.1 192.168.12، هادو هما لي ريزو ديالي حاليا. كاع لي هوت وكاع لي روتور فيهم لي زادريس اي بي، حيت انني الا درت بينغ من هنا لهنا غادي يكون خدام. داكو من هنا لهنا غادي يكون خدام، ومن هنا لهنا هو غيكون خدام، حيت شحال ديال ادريس اي بي روتور مع البي سي تا هو غيكومينيكي. هاكا هادي اول باكي كيحتفظ بها الاورديناتور، داكشي علاش مرجعش ليا البينك. حاليا هادي هي الشيما اللي غادي نخدم عليها. عندي ثلاثة ديال لي روتور R1 R2 R3. السيناريو ديالنا كيف ما شفنا هنا هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. في الاخر غادي نعرفوا شنو هما لي كوموند اللي غنكونفيغور لي كوموند دو باز. هادو ديجا يعني ديجا شفناهم، يعني دي كوموند دو باز لو نود روتور لاين في تي واي لاين كونسول مود باس بريفيليج. على اي غنشوفو كاع لي كوموند. البارتي الثانية غتكون فيها لا كونفيغوراسيون ديال لو اس بي اف، وغادي نشوفو كيفاش تنشوفو لو اس بي اف واش خدام ولا لا. نشوفو طابل دروتاج، طابل فوازيناج، طابل توبولوجي، كاع لي طابل كيفاش نافيشيهم. داكوغ، من بعد نشوف الاي دي ولو اس بي اف باسيف على حساب لي زانترفاس، بحيث انهم ميصيفطوش باكي هالو، والميتريك ديال لو اس بي اف. نبداو على بركة الله. عندي هنايا ليكزيرسيس هو هذا، وهادو هما لي كيستيون ديالو. كما قلت لكم خديته من سي سي ان اي، كتاب ديال سي سي ان اي، حيتاش كنت كندير ريزومي. دون لا بارتي 1 vous configurez la topologie réseau et les paramètres de base sur les PC et les routeurs. هادي اول بارتي غادي نبدا بها. هاد ليطاب الاولى، ليطاب الاولى قال لك كابلي لي ريزو، هادشي اللي رسمنا الشيما ديالنا. ريديماري لي روتور، كونفيغيري لي بارامتر دو باز بور شاك روتور. الوغ غادي نجي هنا نصغر هذه، نحط هذه هنا، نحط هذه كذلك هنا. هنا غنشوف اول شيء قال لك غتشيل ار ان لا كونفيغوراسيون، فانت غديرها في كاع لي روتور. انا بالنسبه لهاد لا كونفيغوراسيون غنديرها في روتور واحد كافي، عندي انيبل كونفيغوراسيون تيرمينال، وندير هوست نيم باش نسمي الروتور ديالي ار ان.
D'accord? أول شيء باش نديزاكتيفي لا ريشيرش دي ان اس كندير نو اي بي دومين لوكال. داكوغ هنا راني ديزاكتيفي دابا لا ريشيرش دي ان اس. بعد قالك كونفيكيري لو نود بيريفيريك اتخيبي كلاس كوم مود باس دو مود ديكسيكسيون بريفيليج. الوغ هاد لاكسي بريفيليج يعني ملي كنكون هنايا باش ندير انيبل عطيني باسورد. الوغ غادي ندير انيبل باسورد ونكتب الباسورد ديالي اللي هو كلاس داكوغ. هو داز ثانيا قال لك اتخيبي سيسكو كوم مود باس دو كونسول اي في تي واي. داكوغ ندير لاين كونسول زيرو وغادي نقول له هنا لاند كونسول اي في تي واي. غادي نقول له باسورد قال لك هو سيسكو صح سيسكو. نقول له لوجين باش لوجين عليه ومن بعد غادي ندوز للاين في تي واي ونفتح 4 ديال لي سيسيون وما من 0 ل 4 راه 5 ديال لي سيسيون حيت 0 كتحسب حتى هي سيسيون. داكوغ يعني يمكن لي نخدم في 4 ديال لي سيسيون 4 الناس يكونيكتيو لا روتور دقة واحدة بكل سيسيون 0 1 2 وعاد نعطيه الباسورد ديالو اللي هو سيسكو كيما قال لك ونقول له لوجين. نقول له لوجين وصافي نخرج اكزيت اكزيت. هنا قال كونفيغيري مو تاد ميساج اوف دي دي او ميساج بريفونير لي زوتيليزاتور كو لاكسي نو اوتوريزي انتردي. غادي دير هاد الميساج اللي غيبقى يبان بحال هكا كتكتب بانر لا كوموند هي بانر ام او تي دي وكدير هاد لي غيومي كتكتب الميساج ديالك. انا ما نكتبش هادشي كامل ندير غير نو اوتوريزي. هذا ميساج تي افيش يعني ماشي شي كونفيغوراسيون باش قالك لوجين سينكرونوز. بالنسبه للاين كونسول ندير لاين كونسول 0 وغادي ندير ليه لوجين سينكرونيز. داكوغ بالنسبه للجي قالك كونفيغوري لي زادريس اي بي ديجا انا كونفيغوريتهم. هادي هي المهمه يعني هادي ممكن تكون جديده. قالك ديفينيسي لا فريكونس دورلوج pour toutes les interfaces Siri على حساب هاد القيمه هادي. داكوغ غادي نعطيه كل انترفاس اللي فيها لوغلوجي اللي كنت كندير ليا. انتم كيما كتشوفوا واحد اللعيبه بحال الساعه يعني هذا هو اللي تحكم في الفيتاس يعني الفيتاس غنكتبو في هاد الانترفاس هادي الانترفاس اللي فيها الساعه. ميمكنش نجيو نكتبها هنا هذا فيه هاد الانترفاس فيها الساعه وهذا الانترفاس اللي هنا وهذا الانترفاس يعني هادي هي اللي كتحكم في السبيد. داكوغ يعني غنجي لهنا وغندير انترفاس سيريال 0 سلاس 0 سلاس 0 وغادي نقول له كلوك رايت كلوك ريت وغادي نكتب 128000 كما طلبوا مني. داكوغ اخر كيستيون غادي يقول لك هنايا كوبي لا كونفيغوراسيون ان طونك كونفيغوراسيون انيسيال. داكوغ غنشد دونك نرجع لهنا فيها جوج ديال الطرق يعني دير دبل في رايت ولا دير كوبي رانين كونفيغ ستارت اب كونفيغ ستارت اب كونفيغ بجوجهم نفس القانون اللي بغيتي. داكوغ الوغ هنا ساليت لا كونفيغوراسيون بازيك ولا لي كوموند بازيك ديال لي روتور. غادي ندوز لي زوطخ روتور غندير نفس الكونفيغوراسيون. انا مغاديش ندير نفس الكونفيغوراسيون غادي ندير فقط غندير سميه ديال ندير انا انيبل configuration terminal configuration terminal on go le host name r2 وغادي نقول له عاوتاني في الانترفاس هنا انترفاس اللي عندي في الساعه هذه انترفاس سيريال 0 سلاس 0 سلاس 1 وغادي نقول له كلوك ريت كلوك ريت 128000. داكوغ فقط هذه هي الكونفيغوراسيون اللي غندير انا بالنسبه ل الاخرين. بغينا نشوفو لي كوموند دي باز حيت حنا ما عندناش دابا علاقة بلي كوموند دي باز. كونفيغوراسيون تيرمينال هوست نيم ار 3 داكوغ
entre l'interface d'Yali, l'IFSA, l'ISRA 000, on veut le clock create. دابا انا حددت السبيد ديال لي لينك وعطيت الكونفيغوراسيون كيف ما كتشوفوا انا الا مشيت تخرج درت اند انا نخرج انا نخرج برا ما يخلينيش ندخل مع هذا انني نكتب الباسورد ديالنا اللي هو كلاس داكو كلاس enable class الاولى سيسكو الثانيه enable class الاولى تاع line console والثانيه ديال privilege ديال l'entrée ديال هذه كتسمى privilege مود privilege الاولى ديال line configuration ديال البروتوكول OSP انا قالك تيستي واش خدامين حنا ديجا تيستينا شفنا بلي كاع لي روتور كيهضروا بيناتهم ولي بي سي كيهضروا مع لي روتور لي ديريكتومون كونيكتي معاهم داكو حيتاش ممكنش يهضر مع شي حاجه بعد منه الا ما كانش ديجا الروتاج خدام هنا قالك اول شيء غنمشي ل ار1 وغنقول اكتيفيز لا كوموند راوتر او اس بي اف باش ناكتيفي لو اس بي اف ار1 من بعد ناكتيفي في ار2 ار3 داكو او ايتيليزي او ما قالك هنا غادي تستعمل 0 كوم اي دي زون يعني لا زون اللي غنخدمو فيها هي الباك بون زون هي نكتبها هنا باك بون اريا لا زون هي 0 الو غنمشي للار ان نمشي للار ان نحط هذا هنا باش يبانو ليا لي ريزو ونكتب اول شيء راوتر و اس بي اف والاي دي البروسيس اي دي ديال لو اس بي اف اللي نخدم هو واحد راوتر او اس بي اف من بعد كنكتب نيتورك داكوغ وكنديكلاري لي روت ولا لي ريزو اللي هما ديريكتومون كونيكتي مع الروتور ديالي بحال دابا انا عندي 192.168.1.0 راه ديريكتومون كونيكتي مع الروتور و 192.168.12.0 و 192.168.13.0 الوغ لي روت اللي هما لي روت ولا لي ريزو اللي هما كونيكتي مع الروتور هما اللي كنعرفهم وكنعرفهم كنيتورك ماشي كانترفاس اوكي 192.168.1.0 ما غاديش ندير 1.1 ولا 1.2 ولا 1.3 غنعرفهم كريزو كنيتورك وهنا كندير واحد الحاجه سميتها الوايلد الوايلد ماسك ولا ماسك جينيريك داكوغ كيفاش ندير ليه تنشد الماسك صافي فقط هنا ماشي مشكل كنشد الماسك اللي هو 255 205 كنشد 255 داكوغ كنجي هنا وكنقص منها كنجي هنا وكنقص منها الماسك الماسك ديالي هنا شحال سلاش 24 هو 255 255 255 0 صح غنجي هنا وغادي نعطيها الخارج الخارج شحال يجيني الا نقصت 255 255 0 و 255 0 و 255 0 وإلا نقص 255 من 0 فهي غتعطيني 255 هذا هو الوايد ماسك ولا الماسك جينيريك داكوغ بغيا تيتحسب ماشي شي حاجة اللي صعيبة كنشد 255 ألف يعني فول 255 وكنقص منها الماسك ديال لادريس اللي غنديكلاريها الوغ انا غنديكلاري هاد لادريس هادي هاد لادريس سلاش 24 الوغ غنقص منها 255 تجيني 0 255 ومن بعد كنكتب اريا وكندير الاي دي ديال لا زون اللي كنا نخدمو عليها هي 0 بالنسبه للريزو الثاني هي نفس القضيه غندير نيتورك داكوغ غنديكلاري الريزو اللي ديريكتومون كونيكتي مثلا نبدا بهذا 192.168.12.0 الوايلد كار الوايلد ماسك لل ماسك جينيريك هنايا غيكون قلنا 255 سلاش 30 هي 252 راه ملي غنقص 255 مرة الأولى تعطيني 0 0 0 والثالثة 255 ناقص 252 اللي هي 3 داكوغ الوغ ماسك جينيريك ديالي هو
0.0.0.3.0. بالنسبة للثالثة غادي ندير لها نيتورك ونديكلاري لا ريزو ديال 192.168.0 وماسك جينيريك هو 3 اريا. شوف بلي الاريا راه كتكتب على هذا الشكل داكور، يعني واخا انت كتكتب 0 فهو كيقرا على هذا الشكل هذا على شكل ادريس اي بي. انت واخا غندير اونتري غدوز غتخدم عادي بحال كتبتها هكا بحال كتبتها هكا نفس القضيه داكور. هنا اكتيفيت لو اس بي اف بالبروسيس اي دي واحد، قلنا بروسيس اي دي ما كيعنيش سيستيم اوتونوم بحال الاي جي ار بي، فقط هو رقم اللي كيعرف لو اس بي اف البروسيس ديال في البروسيسوس ولا البروسيسور ديال الروتر، بحيث انه تعرف في البروسيسور ديال الروتر على انه رقم ديالو واحد، حيت اي بروسيس كي تشارجا في الروتور في البروسيسور كيكون عنده واحد الاي دي داكوغ. الوغ روتر اي دي و اس بي اف واحد كتعني بلي هي البروسيس اي دي، يعني بلي هو التعريف ديال لو اس بي اف في البروسيس في البروسيسور. الوغ بالنسبة لو اس بي اف الا كانت الاريا مختلفة فلي ميساج ما غاديش يتبادلو، فهم كيتبادلو على مستوى الاريا داكوغ. الوغ بالنسبه للاي اس بي اف هذا كيمثل فقط بروسيس اي دي، انك درتي واحد جوج ثلاثه اي رقم درتي فهو لا يخالف، اي انه ما غاديش يشكل لك شي مشكل. ندير هنا اكزيت وغادي ندير راوتر اي اس بي اف على مستوى الروتور جوج، ونعطيه مثلا نعطيه جوج باش تعرف بلي راه ما عندهاش شي علاقه، يعني ما تيحكمش فقط هو بروسيس اي دي، هو اي دي ديال البروسيس داكوغ. انا كندير نيتورك وكان ديكلاري لي ريزو ديالي بدا ب 192.168.0 جوج زيرو، غنعطي ماسك جينيريك خلينا نبين هنايا 0.0.0.255 اريا 0 داكو. ثانية نيتورك 192.168.23.0.0.0.3 اريا 0. ثالثة نيتورك 192.168.0.0.0.3 0 0 0 3 اول وحده اريا 0 داكو. هذا انا استعديت منه، نجي هنا نكتب اكزيت ندير راوتر او اس بي اف نعطيه واحد نقول له نتورك نبدا باول وحده اللي هي 192.168.0.0.255 اريا 0 داكوغ. ندوز للريزو الثاني اللي هو نتورك 192.168.23.0.3 اريا 0 نتورك 192.168.0. هانتوما كيف ما تتشوفو هنا راه او اس بي اف ادجاسنت بروسيسيس 1 نمبر، او لقى واحد النيبر لقى واحد الجار ديالو تيكريي دابا تيصيفط تي باكي هانو تيتبادلو لي زانفورماسيون هاكا باش يولي فول معاه باش يولي عمل معاه. الوغ انا 192.168.13.0 3 اريا 0. هنا ساليت لا كونفيغوراسيون ديال لو اس بي اف داكوغ. انا اكتيفيت لو اس بي اف هنا وعرفت كاع لي ريزو ديالي، حيت ان حاليا كاع لي روت يعني بالنسبه لهذا الروتور غادي خصو يكون عارف كاع لي روت. غنجي للار ان وغادي ندير شو اي بي روت هادو. هنا غادي نشوف بلي هو راه تعرف على لي زوطخ روت داكوغ، يعني مثلا هنا عنده واحد جوج ثلاثة ديال لي روت هو عارفهم، خصو يعرف واحد جوج ثلاثة، يعني ثلاثة ديال لي روت وحد اخرين خصهم يجيو بلو اس بي اف. ها هو انا عارفهم، هاد اللولة 192.168.0 جوج زيرو، ها هو 192.168.0 جوج زيرو. فين هي جوج زيرو؟ جوج زيرو هي جاية من لهنا، جاتو من الانترفاس 192 ميس جاتو من انترفاس فوالا يا جوج زيرو هي اللي
جوج زيرو هي هذه غتجي من انترفاس 12، غتجي من هاد الانترفاس هذه، هاي جات من 192 12 جوج، وعرف 192 3 0 هذا الريزو 3 0 تا هو تعرف عنده، وغادي خصو يتعرف كذلك على 192 23 192 123. يعني حاليا كاع لي روت هنا يتكرياو، يعني كاع لي روتو تعرفوا لي زوت خروجو، شو اي بي او اس بي اف، شو اي بي روت داكو، حتى هذا هو تعرف على لي زوت خروج، حيت ان كل روتو غادي خصو يكون كيعرف ثلاثة د لي زوت خروج. بالنسبة للطابل دروتاج لو اس بي اف غتلقاو او هو السامبول ديال لو اس بي اف، هما عندك هنا كاع غادي تشوفو هنا هو او او اس بي اف دي اي اي جي ار بي ديال الاكسترنال، هادي ديال الانترن اريا داكو. هنا عرفت هذا الطابل دروتاج ديالي ها هو عامر، شوفوا شنو هو قالك غتفيريفي تفيريفي لي زانفورماسيون دروتاج لي هي شو اي بي روت وشو اي بي او اس بي اف نيبر، شو اي بي او اس بي اف نيبر، شوفوا واش شايف، واش شايف لي روتور لي بجنبو ولا ما شايفهمش في هاد لا كوموند هادي. هاو قالك انا شايف اين هو هذا ار ان ار دو، ار دو هو هذا، هاو شايف 162 13 1 اي دي ديالو هو 192 168 13 1 بريوريتي هي 0 و ستيت فول داكو، و دي تايم هو 39 قبل من 40. بالنسبة لادريس اي بي هي هادي، اي دي راه ماشي هو الادريس اي بي، هادي ادريس اي بي فيزيك، وهادي اي دي خداها قلنا كياخد اكبر ادريس فيزيك لما لقاش لوباك، ولا ما لقاش ادريس الا ما لقاش لوباك ما عطيتيش اي دي مانيول داكو. بالنسبه لي زوت خروتو تا هما بالنسبه لهذا هو غادي لي شو اي بي او اس بي اف نيبر، وغتلقى كي شايف بلي كاينين جوج ديال لي زوت خروتو، هو قالك كاينين عندو جوج ديال الجيران 192 23 1 192 168 23 جوج. إذا بقيت تعاقل هذا 23 1 وهذا 23 جوج داكوغ. الوغ لا كوموند شو اي بي نايبر كتوريني كتعطيني دي زانفورماسيون على لي روتور لي ديريكتومون كونيكتي معايا داكوغ. الوغ إذا كانت عندي كومينيكاسيون فهو غيبين لي بلي هو عنده واحد العلاقه، غيبين لي لي زانفورماسيون على لي روتور اللي هما ديريكتومون كونيكتي. الا كانت لي لينك ما خدامينش ولا ما كايناش كومينيكاسيون مع النيبر فراه ما غيبينوش لك في الطابل دروتاج داكو. ليتاب 4 حنا غادي نفيريفي لي بارامتر بروتوكول او اس بي اف، قالك شو اي بي بروتوكول شو اي بي او اس بي اف. نشوف هنا بهاد لا كوموند هادي غيمكن لي نشوف البروسيس اي دي ديال لو اس بي اف، هذيك واحد وجوج اللي كنا درنا، لا ديستانس ادمنستراتيف وراوتر اي دي كما شفنا في لي نيفو، شو اي بي بروتوكول شو اي بي او اس بي اف. ندير شو اي بي بروتوكول او تعطيني بزاف ديال لي زانفورماسيون. بروتوكول روتين بروتوكول هو لو اس بي اف واحد، هنايا كيعطيني لي نيتورك اللي انا اعلنت عليهم، يعني اللي وليتهم انا اللي درتهم مانيوال، يعني اللي كونيكتي معايا اللي انا صيفطتهم عبر لو اس بي اف، وهنايا السورس اللي جاوني اللي جاوني عبر لو اس بي اف، يعني لي زوت خروتو اللي جاو من بعيد جاو عندي. لا ديستانس ادمنستراتيف هو تيقول لك ديفولت هو 110 داكو، وهنا تيقول لك هو راوتر اي دي 1962 واحد. ندير عاوتاني لا كوموند شو اي بي او اس بي اف، كتعطيني بزاف ديال لي زانفورماسيون تاعي. هنايا كتعطيني راوتين بروسيس او اس بي اف واحد، الاي دي هو 1962، هذا هو الاي دي ديال الروتور، خدا اعلى ادريس
فيزيك عنده حيتاش ما عندوش لو باك وما عندوش اي دي مانيولمون. وهنا غادي يقول لي اريا فين هي اريا باك بون. اريا باك بون هي زيرو يعني خدامين في اريا زيرو داكوغ يعني خدامين في اريا زيرو. الو نشوفو لوتر الو لا كوموند شو اي بي بروتوكول كتعطيني دي زانفورماسيون لو اس بي اف بروسيس اي دي وكتعطيني على الراوتر اي دي ولا ديستانس ادمينستراتيف كذلك شو اي بي او اس بي اف نايبر وشو اي بي روت كتعطيني دي زانفورماسيون على لي روت ديالي واش وصلوني ولا لا. وهنايا كنفيريفي هنا كتفيريفي بالنسبه للي زانترفاس شو اي بي او اس بي اف انترفاس بريف وشو اي بي او اس بي اف انترفاس. الفرق بين هاد جوج ديال لي كومون هادي ماشي بريف ولكن كتكتب هنا كتكتب هنايا النيميرو ديال النيميرو ديال انترفاس دوكو النيميرو ديال انترفاس. الفرق بيناتهم هو ان هادي كتعطيك لي زانفورماسيون على كاع لي زانترفاس يعني كلهم وهادي كتعطيك على انترفاس محدوده انت اللي كتكتبها كيما نشوفو هنايا. نجي للراوتر ان وندير لي شو اي بي او اس بي اف انترفاس ونكتب ليه مثلا جيجا 0 سلاش 0. هنا كيعطيني دي زانفورماسيون جيجا 0 اب لاين بروتوكول انترنت بروتوكول اريا 0 بروسيس اي دي هو واحد كيما قلنا راوتر اي دي هو هذا والكوست كيعطيني هنا الكوست ديزيجنيتد راوتر مبغيش نهضر على هادشي ده حاليا. بالنسبة ل شنو اخر كيعطيك الانترفاس ادريس شحال فيها 192.168.1.1. بالنسبة لشو اي بي او اس بي اف انترفاس هي كتعطيك دي زانفورماسيون على كاع لي زانترفاس سيريال انت ممكن تشوف هنا كتعطيك دي زانفورماسيون على كاع لي زانترفاس نبدا بجيجا بي سيريال ندير انتري طلع لي سيريال 001 دكو تاع لي زانترفاس لي اب يعني لي اكتيفي هما تاعهم يعني. الوغ لا بغيت انترفاس محدد انا كندير شو اي بي او اس بي اف انترفاس وكندير مثلا سيريال 00 هو كيعطيني دي زانفورماسيون فقط على السيريال 000 دكو. نتمنى يكون هاد لي كوموند مفهومين حيت هادو لا كوموند اللي كنخدم بيهم في الاو اس بي اف. لو وقع لك شي مشكل ما بغاش تكونيكتا ولا ما بغاش يدوز لك البينغ في الاو اس بي اف كدير هاد لي كوموند باش تشوف شنو هو المشكل اللي عندك. كدير شو اي بي او اس بي اف نيبر باش تشوف واش ديجا دار غولاسيون مع لي نيبر ديالو يعني ديكلارام كجيران ولا لا. شو اي بي روت كتشوف واش كاع لي روت مديكلارين في الطابل دروتاج. هنا باش تشوف راوتر اي دي والديستانس ادمنستراتيف هذا فقط الفيريفيكاسيون. هنا بالنسبه للانترفاس شوف واش اب واش بروتوكول واش تي اف اكتيفي في هذا الانترفاس واش الاريا نفس الاريا داكوغ. كتاخذ كاع لي زانترفاس على كتاخذ هنا انفورماسيون على كاع لي زانترفاس وهنا كتاخذ دي زانفورماسيون على انترفاس محدد انت كتختار اين انترفاس بغيتي. هنا قال لك بالنسبه لسبعه قال لك فيريفي لا كونيكتيفيتي اي اننا غنديروا البينغ من بي سي لبي سي حاليا سالينا لا بارتي واحد ولا بارتي جوج حيت غنشوف واش البينغ خدام ولا لا. حيت غنبينغي من بي سي لاخر خصو يدوز البينغ حيت ديجا درت روتين بروتوكول ديجا اكتيفيت لو اس بي اف فالا جيت لهنا ودرت بينغ وغنبينغي على هاد لادريس هادي اللي هنا فإلا عقلت فانا عطيتها ثلاثة 192.168.1.3 نجي هنا وغنكتب 192.168.1.3 ريكويست تايم اوت حيتاش اول باكي كيف ما قلنا فهو تيحتفظ ب لورديناتور كيرد عليا الثلاثة الاخرين ديالي داكو. الى بينغي الثاني من هذا بينغ على هذا الريزو هذا تيو كامل يعطيكم ثلاثة ثلاثة 162.168.3.3 وندير انتري كيما تشوفو هنا 192.168.3.3
انا بينجيت عليه من هذا الريزو ديال 192.168.3 الوغ كونيكسيون خدامه وكلشي هو هذاك يعني ان البروتوكول اكتيف ممكن تشوفوا هنا ساكسفون بالنسبه لابارتي 3 ولابارتي 4 غنشوفها في اوتر فيديو نوقفوا هنايا ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو اللي كنشوفوا فيه كيفاش لا كومونتي خدموا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.